الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنشكروا الموقع على هذه المبادره، وتحيه لكل النقابات اكثر تمثيليه اللي ما جبرنا معهم اي صعوبه لاستجابه لهذا المطلب اللي هو صحيح وضعيه اللي كتعيش عليها التعاطفيه عامه، ونصفها هي التعاطفيه العامه بوجده خاصه. هذه المسحه هي 100 رجال التعليم، ما هي فلوسها بالانخراطات ديال رجال التعليم ونساء التعليم، ولكن المؤسف ان الا دخلتوا ودرتوا شي دوره في المسحه غادي يمكن ما تقولوش مسحه، يعني ما عندها حتى شي مواصفات ديال المسحه. بدايه المسحه ما عندهاش مدير، حنا كنعرفوا المسحات الاختصاصيه هي المتخصص دكتور، شوفوا هذا السيد اللي تسمى يسيرها شنو التخصص ديالو مستواه، هادو كيلعبوا في الصحه ديال الشكيله التعليميه. ثانيا الناس المستخدمين كيقوموا مقام متخصصين في الميدان الصحي، الانسان المستخدم يدير الانستيزي، المشكله هذه عباره ديال الناس المستخدمين هنا عندهم اجره كبيره، لا ماشي مشكل الاجره ديالهم، ولكن بغينا كل واحد يكون بالواجب ديالو في قطار التخصصات. تجهيزات لو كان تدخلوا وتشوفوا تجهيزات، تجهيزات ديال ستيريليزاسيون مصديين، يعني كيلعبوا القاعه ديال العمليات، الا شفتوها غادي ما تقولش هذه مسحه، فالامر خطير وخطير جدا. وحنايا المراني كتجي تولد مثلا ذاك النهار كيخرجوها، واللي معروف انها خصها تكون تحت المراقبه الطبيه على اقل ايام. علاش يخرجوها؟ باش يدخلوا شي وحده اخرى من غير شغيله، باش يتخلصوا منها الفلوس. دونك كاين شي حاجه كتمشاش، الماليه ديال المسحه ما عارفين عليها والو حنا. التغذيه ديال المريض يعني داكشي هزيل وحشومه كاع نقولوا نسميوها تغذيه. قس على ذلك التعامل المعامل، بحال اللي احنا داخلين ماشي لدارنا، ماشي المسحه ديال الشغيله التعليميه، بحال اللي احنا داخلين شي كلينيك بريفي لجهه اخرى، ورغم ذلك في الكلينيك بريفي ربما غادي يوجدوا حس استقبال. حنا كندخلوا لهذه المسحه غرباء، كان هذه المسحه ماشي حنا سيد الدوز ديالنا. هذه بعض النقاط اللي كنت نشير لها، والامر يعني يتطلب تدخل سريع وقوي من المسؤولين، وهذا نداء، هذه وقفه. اول محطه او ثاني محطه ديك المره درنا محطه الاداره ديالهم الان في المسحه، هذه بدايه، ولن نستسلم ولن نسكت على هذه المصيبه اللي راه وقفت في هذه المسحه، هو مكسب للجهه الشرقيه هذه المسحه، مكسب لان كاين ثلاثه في المغرب حسب علمي والله اعلم، اذا هذا المكسب ما خصناش نضيعوه. واتاسف ان مجموعه رجال التعليم ما كيعرفوهاش، وحتى ملي كيجيو على اساس انهم جاو المسحه ماشي ديالهم، ماشي كتخلص فلوسهم. فلهذا انا اطلب من رجال التعليم انتبهوا لهذه المسحه، واطلبوا الحقوق ديالهم، ومزيد من التضامن والنقابات. حنا مستعدين كاملين نساعد النقابات بالاضافه الى مجموعه الجمعيات ديال المجتمع المدني، الاخوان ديالنا ديال التفتيش، مجموعه ديال الناس اللي تضامنوا معنا وحنا في الصحه، الى ان نصحح الوضعيه. السلام عليكم.